وصفتنا النهارده ليها معايا قصه كده وحكايه حابه ان انا احكيها لكم، لذيذه قوي. في اخر اسبوع من رمضان اتعزمت عند قرايبي، وتحديدا يعني عند خالتي. المهم ايه، قلنا هناكل ايه، هنعمل ايه يا جماعه، لا خلاص مش لازم نتعزم، يعني خلاص اخر اسبوع في رمضان ده الواحد بيبقى خلاص هلكان واكل كل الاكل وخلاص بيستعد للعيد والكلام ده كله. فلا قلنا خلاص مهم ان احنا نتجمع، ومش مهم هناكل ايه والكلام ده. بس انا كان في دماغي بقى وشغلني قوي، يا ترى هي تعمل لنا اكل ايه، يا ترى هنروح نلاقي ايه جديد. عمال اقول يعني خلاص محشي وعملناه بكل انواع، طواجن وخلصناها كلها، صواني وعملنا كل اللي ممكن نتخيله. اخر اسبوع في رمضان ده بنبقى بنقضيها اي حاجه، جبنه وبطيخ، تونه وبطاطس، اي حاجه في اي حاجه كده، بنعدي كام يوم على اساس ايه ان العيد داخل علينا وخلاص فعلا شبعنا من كل الاكل. تمام، فروحت بقى لقيت ايه، عامله اصناف كتيره مختلفه، من ضمنهم الوصفه بتاعت النهارده اللي هي صينيه رز بسمتي بالفاهيتا وجبنة الموتزاريلا. بصراحة أنا لما يعني دقتها لقيتها طعمها مختلف جدا وكسرنا الروتين. يعني كنت متخيلة بقى نقعد نكرر نفس الأكل ونفس الحاجة ونعيد ونزيد وكده، بس لا، الأصناف كانت كلها مختلفة، خصوصا الطبق ده دقته وعجبني قوي، وأخدت طبعا الطريقة منها وهعملها لكم النهاردة، وحاطة برضو تاتشات كده من عندي. إن شاء الله نعملها مع بعض بطريقة سهلة قوي. يلا نشوف هنعملها ازاي. هبتدي أتبل الفراخ، بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، كزبرة ناشفة، رشة فلفل اسود، ملح، شوية زيت، واخيرا رشة نشا، وده سر من اسرار الفاهيتا. هنقلب كله بقى مع بعضه، الفراخ مع التتبيلة والزيت. طاسة على النار احط شوية زيت، هبتدي انزل بشرايح الفراخ، هبتدي اقلبها على الوش التاني، هبتدي ارفعهم بقى على البلانش عشان اقطعهم. هبتدي اقطع بقى الفراخ لشرايح، نفس الطاسة اللي عملنا فيها الفراخ هبتدي انزل بشرايح البصل والفلفل الالوان، هديهم تقليبة مع بعض، هحط لهم رشة ملح ورشة من بهارات الفراخ، واقلب كله مع بعضه. هنزل عليهم بقى بشرايح الفراخ اللي قطعناها، هقلب كله مع بعضه تقليبه واحده بس، لان انا مش عايزه الخضار يدبل كده. الفاهيتا بقت جاهزه، نزلت قطع الفراخ مع الفلفل الالوان والبصل، اخدوا تقليبه واحده بس عشان انا مش عايزه البصل يدبل، وخلاص قفلت النار عليهم كده. الفاهيتا دي وصفه فاهيتا، تقدري تعمليها سندوتشات زي ما انت عايزه، بتبقى حلوه جدا. هنعمل بقى دلوقتي رز البسمتي. حله على النار، احط معلقه من السمنه، شويه زيت، وانزل عليهم ببصلايه مبشوره، شوح البصلة، حط رشة كركم، رشة كاري، عود من القرفة، واحدة ليمون مجفف، ملح، فلفل اسود، مكعب مرقة، هقلب كله، طماطماية مبشورة، هدي تقليبة كله مع بعضه. هحط الرز البسمتي، هقلب الرز مع بقية التوابل والبصل والطماطم، هنزل عليه بمقدار من المية المغلية عشان اسوي الرز. انا حطيت المية على الرز، هسوي الرز البسمتي عادي جدا زي ما احنا متعودين، وطيت النار عليه وهغطي واسيبه يستوي بقى براحته خالص. الرز اهو استوى، شايفين مفلفل وحلو ازاي. هنجيب صينية وهنبتدي بقى نرص، هحط طبقة من الرز تحت، هحط على طبقة الرز فاهيتا، هرش على الوش جبنة موتزاريلا. شوية جبنة شيدر،
هدخل الصينية اللي تحت الشواية 10 دقايق بس الجبن تسيح، لان كله مستوي عندي سواء الرز او الفاهيتا كله مستوي 10 دقايق تحت الشواية، وبعد كده هوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن. عملنا النهاردة مع بعض وصفة جديدة جدا ومختلفة عن العادي، وجددنا شوية في وصفات الغداء وكسرنا الروتين اللي احنا متعودين عليه. جربوها ومستنية رأيكم، ومتأكدة ان شاء الله ان هي تعجبكم. استنوني في حلقات جديدة. صحة والف هنا على قلبكم يا رب. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.